تستمر الأشواط والمنافسات شوط ويتلوه الآخر بهذه التحديات والإثارات، وينطلق في هذه اللحظات ثامن الأشواط للحقائق القعدان من المسافة المقررة لهذا السن، فهي 3 كيلومترات. نبدأ مع الصدارة وننطلق مع المركز الأول، فهنا مسيطر لعبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، يقدم لنا انطلاقة مسيطر مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز وثاني التحديات يتقدم هنا ضيف لهزاع بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة، يقدم لنا انطلاقة ضيف مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز وثالث التحديات فهنا النداوي لعبد الرحمن بن حمد بن جابر البريد المري، يقدم لنا انطلاقة النداوي مع المركز الثالث، رابع المراكز ورابع التحديات فهنا الحضور والتقدم من قبل انطلاقة وتحدي غياث لخليفة بن علي بن محمد باللاحق الاكتبي، يقدم لنا انطلاقة غياث مع المركز الرابع، خامس المراكز وخامس التحديات، قدوم من الرسمي لسالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، يقدم لنا انطلاقة الرسمي مع المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى، نعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى المقدمة، نعود إلى الانطلاق الأول، نعود إلى انطلاقة وتحدي واندفاعة انطلاقة شعار عبد الله بن جار الله الذي ينطلق ويقدم لنا انطلاقة مسيطر مع المركز الأول، ينطلق مع الانطلاقة الأولى بهذا الحضور المتميز، ولكن ثاني المراكز ضيف مع المركز الثاني، شعار الزميل يتقدم ويقدم لنا ضيف مع ثاني المراكز، هزاع بن حمد بن صالح أبو شريدة العذبة، يقدم لنا انطلاقة ضيف مع ثاني المراكز، يتمسك بمركز الوصافة ليحضر بهذا الحضور المتميز، بينما ثالث المراكز فهنا القدوم من قبل النداوي لعبد الرحمن بن حمد بن جابر البريدي، يقدم لنا انطلاقة وتحدي واندفاعة النداوي مع المركز الثالث، رابع المراكز ورابع التحديات، هنا نرى المركز الرابع شعار الاكتبي يتقدم ويقدم لنا انطلاقة وتحدي غياث خليفة بن علي بن محمد بن لاحق الاكتبي، يقدم لنا غياث مع المركز الرابع خامس المراكز، فهنا الوصول من شاهين محمد بن صالح بن سالم النابت المري يتقدم مع المركز الخامس، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى شعار عبد الله بن جار الله الذي ينطلق ويحصل في صباح هذا اليوم نقطة بهذا الحضور المتميز، ويقدم لنا مسيطر مع هذا الشوط، مسيطر عبد الله بن جار الله النابت، يقدم لنا انطلاقة وحضور مسيطر، ضيف 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 ضيف، ينطلق ضيف لهزاع بن حمد أبو شريدة العذبة، يقدم لنا انطلاقة ضيف ليحلق بهذا الحضور المتميز، أرى الوصول من قبل شاهين محمد بن صالح بن سالم النابت المري، حاضر مع المركز الثالث لمحمد بن عبد الله بن ذروة، يقدم لنا انطلاقة حاضر مع ثالث المراكز، ولكن نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة، نعود إلى انطلاقة الضيف، ضيف مع المركز الأول، ولكن شاهين، ضيف وشاهين، ولكن أبو شريدة يضرب بيده من حديد، يحضر بحضور الأبطال، يحضر بحضور العمالقة، ليرسل السلامات إلى أبناء الوكير، تهانينا والمبروك لهزاع بن حمد بن صالح أبو شريدة على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل شاهين لمحمد بن صالح بن سالم النابت المري، رابع المراكز يصل هنا حاضر لمحمد بن عبد الله بن جار الله بن ذروة المري، رابع المراكز كان الوصول من قبل مسيطر لعبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، خامس المراكز
اتانا المهندس لعبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. تهاني نوال مبروك لمالك ضيف هزاع بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه على هذا الفوز والانتصار. قطع مسافه 3 كيلومترات في 4 دقائق 41 ثانيه 76 جزءا من الثانيه. تهاني نوال مبروك لهزاع بن حمد بن صالح ابو شريده العذبه، والتهنئه لحمد بن هزاع وسلطان بن هزاع على هذا الفوز والانتصار.